حساب الكنز من بنك الكويت الوطني، ايه هو تفاصيل الحساب؟ ازاي نستثمر في الحساب؟ ازاي اصلا نفتح حساب في البنك؟ والحساب ده الحد الادنى 5000 جنيه والحد الادنى عشان خاطر يحسب لك فايدة 2500 جنيه. الحلقة دي بمناسبة سؤال جانا على القناة، تكلم عن حساب التوفير الكنز بنك الكويت الوطني فرع مصر، فايدة شهرية 25%، شهريا فتح الحساب 5000 جنيه بدون عائد، لكن حساب العائد يبدأ من وصول الرصيد 250000 جنيه. الرجاء عمل حلقة عن هذا الحساب، ولك جزيل الشكر والتقدير أستاذ محمد. أنا متابع حضرتك من زمان ومشترك بقناة منذ فترة كبيرة ومعجب بمجهودك في القناة، تحياتي لك. تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين على قناة صباح البنوك. بيهمنا أن احنا نرد على كل التساؤلات الخاصة بتاع حضراتك، ويمكن الفترة الأخيرة دي كان كل الحلقات أو معظمها هي ردا على تساؤلات بتيجي على القناة. حساب الكنز من بنك الكويت الوطني، طبعا بنك الكويت الوطني ده بنك بيعمل في مصر وبالتالي يخضع لرقابة البنك المركزي المصري. البنك بيتيح لك حساب توفير بيديك عائد شهري، لكن لازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا وده دايما احنا بننساه، اللي هو شهر الايداع وشهر السحب معلوش اي فايده. يعني الفايده بتتحسب على ادنى رصيد موجود في الحساب ده، سواء كان في بنك الكويت الوطني او بنك القاهره او بنك التعمير والاسكان او بنك فيصل أو اي بنك داخل السوق المصري، هو بيحسب لك على الحد الادنى للرصيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حطيت 1000 جنيه في الحساب يوم واحد في الشهر، انت ما بتاخدش عليه اي فايده طوال الشهر، بيبدا يحسب لك من الشهر التالي عليه فايدة. طب جيت في الشهر التاني ورحت ساحب 100000 جنيه يوم 29، مش هتاخد اي فايدة على الشهرين، لكن انت حطيت يوم شهر وجيت في الشهر التاني سحبت يوم 29 المبلغ، هو على ادنى رصيد موجود في الحساب بيمر عليه شهر. طب ادنى رصيد موجود في الحساب 5000 جنيه، بتاخد على ال 5000 جنيه فايدة. طب ده الحساب ده كان فيه مليون جنيه، كان فيه مليون جنيه، لكن جيت حضرتك يوم 30 وسحبت المليون جنيه وتبقى 5000 فقط، فالفايده بتتحسب على ال 5000 جنيه فقط. ارجو انك انت تكون فاهم النقطه دي جدا، لان دي هتحدد لك امتى تحط فلوسك في حساب التوفير وامتى تسحب فلوسك. تعالوا نتكلم على حساب الكنز. ده حساب موجود في بنك الكويت الوطني، عباره عن حساب توفير، وشرحنا يعني ايه حساب توفير وايضا ازاي الفايده بتتحسب. الحساب ده بيقول لك عشان خاطر تفتح الحساب لازم يبقى فيه 5000 جنيه، ما يقلش عن ال 5000 جنيه، ولو يقل عن ال 5000 جنيه بيبقى فيه غرامه النزول عن الحد الادنى. وعشان خاطر يبدا البنك يحسب لك عائد لازم الحساب يكون موجود فيه 250000 جنيه. في 250000 جنيه وعدى عليهم الشهر، بيبدا في الشهر الثاني ينزل لك فايده، ولكن الفايده على حسب المبلغ اللي موجود في الحساب، وهنشرح يعني ايه المبلغ اللي موجود في الحساب. ايه هو شروط الحساب؟ ببساطه جدا ان الحد الادنى للسن عشان خاطر تفتح الحساب ده لازم يكون 21 سنه فاقصر، اقل من كده مش متاح ليهم ان هم يفتحوا الحساب، بصوره الرقم القومي او صوره جواز السفر لو غير مصري، وبتعرف تفتح الحساب التوفير. زي ما قلنا الحد الادنى عشان تفتح الحساب 5000 جنيه، مهم جدا ما يقلش عن ال 5000 جنيه. الحسابات بتبقى عليها مصاريف، بيبقى عليه بطاقه الخصم، وبطاقه الخصم زي ما حضراتكم عارفين تقدر انك انت تتعامل على حسابك، تقدر تعمل بيها مشتريات، تقدر حاجات كتيره جدا لبطاقه الخصم. هي بتتيح لك ان انت تستخدم ماكينات البنك بدل ما تخش الفرع في عمليه السحب والايداع وايضا عمليات المدفوعات الالكترونيه. فدي بطاقه خصم، هل لازم اخد بطاقه خصم؟ لازم تاخد بطاقه خصم علشان خاطر تتعامل على حسابك، ولازم نفرق ما بين انواع البطاقات. بطاقه الخصم دي بطاقه الحساب، اما في بطاقه ائتمانيه او فيزا المشتريات او كارت المشتريات، دي حاجه بيعملها لك البنك، تعتبر قرض بيديهولك البنك مخصص فقط للمشتريات. وفي نوع تاني اسمه البطاقه المدفوعه مقدما، ودي بتاخدها بصوره البطاقه، مش شرط يكون ليك حساب، بتاخد البطاقه وبعد كده تحط فيها فلوس وتستخدمها. ايه هو الحد الادنى لفتح الحساب؟ قلنا الحد الادنى 5000، ولكن عشان خاطر يحسب لك فايده 250000 جنيه. وبينطبق بقى الفايده هنا لشرح، بتبدا من 18% الفايده وتوصل لحد 25%. فلما يكون الحساب بتاعك موجود فيه 250000 جنيه لحد مليون جنيه،
فالفايدة بتاخدها 18%. أما لو حسابك من مليون فأكثر لحد ما يوصل لخمسة مليون فالفايدة بتكون 19%، ومن 5 مليون لعشرة مليون الفايدة بتكون 20%، ومن 10 مليون لعشرين مليون الفايدة بتكون 21%، أما أكثر من 20 مليون الفايدة بتكون عليه 25%. يبقى إذا الفايدة البنك بيقول لك تصل لي، يعني أعلى شريحة هي اللي بتاخد 25%. هي بتبدأ من 18%، 19%، 20%، 21%، بعد كده أكثر من 20 مليون فبياخد 25%. طب اضرب لنا مثال يا دكتور. هنضرب مثال على أدنى شيء أنت ممكن تحطه هو 250 ألف جنيه بتاخد عليه فايدة 18%، فالفايدة السنوية بتكون 45 ألف جنيه على 250 ألف جنيه. طبعا بما ان الحساب ده دورية صرف، العائد بتاعه شهري، فبنقسم ال 45 ألف على ال 12، فبتلاقي في حسابك 3750 جنيه كل شهر موجودين في حسابك. بعد كده البنك بيخصم منهم مصاريف الحساب. فانت المهم الفايدة بتاع 250 ألف جنيه بتكون 3750 جنيه شهريا بينزلوا في حسابك. طب ال 250 ألف جنيه نزلوا 1000، في الحالة دي البنك مش هيحسب لك عليه فايدة، لازم يكون 250 ألف جنيه فأكثر عشان يبدأ البنك يحسب لك عليه فايدة. ممكن يجي سؤال، طب الفايدة بتتحسب ازاي؟ شرحناها لحضرتك في مقدمة الحلقة ونقولها لحضرتك تاني. على أدنى رصيد موجود في الحساب، بالنسبة للحساب اللي معانا ده حساب الكنز، لازم رصيدك يبقى 250 ألف جنيه علشان يحسب لك فايدة. لو قل عن 250 ألف جنيه مش هيحسب لك فايدة. يعني حضرتك رحت الحساب بتاعك وحبيت تسحب الفايدة اللي هي 3750، وانت عارف ان الفايدة بتاعتك 3750 شهريا، ورحت ساحبهم، تذكر ان على الحساب مصاريف، فيخش الحساب ياخدها من المبلغ اللي هو 250 ألف جنيه، فيقل 175 جنيه المبلغ، فمش هيحسب لك عليه فايدة. فلازم الحد الأدنى يكون 250 ألف جنيه. ما تقربش من ال 250 ألف جنيه لو أنت عاوز تستثمر في هذا الحساب أو أي حساب على فكرة فايدة. وفي حد أدنى، ما تقربش من الحد الأدنى عشان يحسب لك فايدة. ودايما سيب في الحساب مصاريف الحساب، سيب فيه 1000 جنيه على الاقل علشان خاطر ما تفاجئش ان المبلغ بتاعك اللي هو كبير اللي هو 250 ألف جنيه ناقص 100 جنيه فانت ما خدتش عليه فايده خلال شهر، لانك انت هتنتبه لما تبدا تروح تسحب الفايده بتاعتك في الشهر التالي. ففي بعض الامور كده نخلي بالنا منها، بعض التفاصيل نخلي بالنا منها. اعتقد دي كل حاجة تخص حساب الكنز في بنك الكويت الوطني. لو انا نسيت حاجة ذكرني وانا ان شاء الله هجاوب لحضرتك. المهم نبقى فاهمين ان حساب التوفير ده حساب متغير، يعني بيتغير على حسب السوق وعلى حسب تغيرات اسعار الفايدة في البنك المركزي المصري. يعني ممكن البنك المركزي يجي بعد 6 شهور ويخفض اسعار الفايدة تبقى مثلا 16%، فتوقع ان الفايدة على الحساب ده هتنزل وممكن تلاقيها 10% او اقل. فاذا تبقى عارف ان حسابات التوفير دي حسابات متغيرة تتغير وفقا لاسعار الفايدة في البنك المركزي المصري. أتمنى تكون المعلومات في الحلقة مفيدة لحضرتك. كان معاك الدكتور محمد العجمي، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لأن في كتير من تساؤلات حضراتكم إجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع العشر أخطاء نتكلم عنهم سريعا. رقم 1، الاندفاع نحو ارتفاع أسعار الفايدة مجرد ما احنا